هذا فيه أن الأسماء صفات توقيفية، أي يتوقف فيها على روابط الكتاب والسنة، ولا تجاوز القرآن والحديث كما ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا لا مجال للعقد والاجتهاد في باب الأسماء والصفات. هذا من حيث التفصيل، يعني نثبت هذا الاسم وننفي هذا الاسم، هذا لا مجال للعقل والاجتهاد. المرد والمرجع الكتاب والسنة. لكن من حيث الإجماع لابد أن العقل يثبت لله كل صفة كمال وينفي عن الله كل صفة نقص وعيب. وسيأتي معنا مثلا في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات. أدلة إثبات العلو في الذات لله سبحانه وتعالى إجمالا خمسة: العقل والشرع، العقل والشرع، العقل والشرع والفطرة. نعم، وسيأتي معنا الإجماع. نعم، كتاب وسنة وإجماع وعقل وفطرة. نعم. من غير تمثيل ولا تكييف. من غير تحريف. من غير تحريف. لماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ أراد شيخ الإسلام ألا يتكلم إلا بالكتاب والسنة، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. وهو من البداية تكلم بهذا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قرآن من غير تحريف، لأن هذا الذي جاء في القرآن، وأن هذا أقرب للعدل، وأن هذا فيه تمثيل من هذا الأمر. لأنه تقول أنت محرف أول، تقول أنت مؤول يخرج. الرابع أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. التحريف التغيير، وهو ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف المعنى. تحريف اللفظ في الغالب لا يقع إلا من جهة، قال حرف وقال وكلم الله موسى تكليما بنص لفظ الجلال. بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا لو تقول ان هذه الايه وكلم الله موسى او كلم الله موسى تكليما، ما تقول في قوله وكلمه ربه؟ لم يحرف جواب، هذا تحريف في اللفظ لا اعلم من جاه. الحمد لله رب العالمين، ماذا تحريف في المعنى؟ يغير المعنى، استوى استولى. نعم، باطل، لا يوجد في اللغة ما يدل على استوى مع استولى إطلاق. نعم، هذا باطل، رجل لا يعرف اللغة أصلا ما يقول هذا. وسيأتي معنا أن هذا باطل بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله. هذا تحريف المعنى. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل التخلي والترف، وبر المعطلة أي مخلى متروكة مهملة. تعطيل إما تعطيل جزئي أو تعطيل كلي. تعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية. نعم، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف. التكييف يسأل عنه بكيف، يسأل عنه بكيف، كما سأل الإمام مالك الرحمن عرش استوى قال كيف استوى. التكييف محرم، يعني في صفات الله سبحانه وتعالى، ويكون التكييف إما باللسان تعبيرا أو بالقلب تقديرا أو بالمنام تحريرا. مثال: هذا الأخ اشترى سيارة، فهذا قال كيف هذه السيارة؟ هذا سؤال عن مالك، عن كيفية. فقال هذا أرسم لك كيفية هذه السيارة، هذا تكييف بماذا؟ بالمنام. أو أخذ يشرح، قال السيارة لها أربع أبواب ولها نوافذ ولها إطارات ولها كذا ولها كذا وكذا، هذا تكييف باللسان. مجرد ما قلنا فلان اشترى سيارة لكزس موديل 2013، هذا تخيل شكل هذه السيارة، هذا تكييف بالقلب. كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى على خلاف ذلك، يعني لا يمكن ندرك الكيفية، لأننا لم نرى الله.
ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل. كيف نعرف كيفية السيارة؟ نرى أو نرى مثل هذه السيارة إن كان لها مثل، أو يخبرنا الصادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا ولم نرى الله وليس له مثيل. إذن الكلام في الكيفية قول عن الله بلا علم ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن ليس كمثل شيء. الثاني، ما من شيء في الوجود إلا بينهما قدر يشتبهان فيه. تقول فلان لين والحديث لين، صح؟ هل لونة هذا مثل لونة الحديث؟ لا. تقول الله سبحانه وتعالى موجود والجنة موجود، هل هذا الوجود كهذا الوجود؟ لا. إذن ما من شيء في الوجود إلا وبينهما قدر يشتبه فيه، حتى وكان في المستقبل. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة حقيقية لا بجهة عونه، وحياة المخلوق لا يقابل المخلوق. طيب، الثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيه مع التنزيه، ولذلك يرمون أهل السنة بألقاب ينفر الناس عنه: مشبهة، مجسمة، شكاكة، نواصب، وثاق، وهابية، جامية وغيرها. حشوية. مفهوم؟ نعم. طيب، قال بل يؤمنون يعني لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ماذا يصنع؟ يؤمن، يثبت لله ما أثبت لنفسه أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية. نعم. قال فلا ينفون عنه ما وصف، فلا ينفون، إذن يثبتون. نعم. ما وصف به نفسه وما وصف به رسوله. واحدة سكوت. ولا يحرفون الكلمة تحريف، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب. ولا يمثلون، ولا يكيفون، ولا يمثلون، بل ولا يلحدون. الإلحاد أخذنا بالأمس، أعطونا مثال. ولا يلحدون، الإلحاد الميل، الإلحاد من أسماء صفات الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. الإلحاد تقدم معنا بالأمس ينقسم إلى قسمين: الإلحاد في الآيات الشرعية والكونية، الإلحاد في الآيات الشرعية أو كونية، والإلحاد في الأسماء والصفات. الإلحاد في الآيات الشرعية أو الكونية، الإلحاد في الآيات الشرعية قول القرآن مخلوق، في الآيات الكونية قول الطبيعة تخلق الأشياء. الإلحاد في باب الأسماء والصفات خمسة أقسام، أحسن من أن تقول أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها، كلها كالجهمية، بعضها كالأشاعرة، يثبت الاسم وينكر الصفة. سميع بلا سمع، عليم بلا علم، قدير بلا قدر، جهمية. الثالث أن يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء الأصنام اللات والعزى ومناة، يسمي الله بما أنه يسمي به نفسه إلا فاعل القادر على الاختراع. وثالث ثلاثة. نعم. تعيد. قال بل هم يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وصفاته. نعم. ولا في الأسماء أخذنا، هذا معناه أن المؤلف يشير إلى أن الإلحاد ينقسم إلى قسمين: الإلحاد في الأسماء والصفات، والإلحاد في الآيات. نعم. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له. لا سمي له، لا سمية ولا ندة ولا كف. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه معانيها متقاربة، لكن عندنا قاعدة مهمة جدا: الصفات المنفية، الصفات المنفية، ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية؟ نفي عن الله
كما نفع عن نفسه كما نفع عن رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد. إذا لابد من أمرين في الصفات المنفية، النفي وإثبات كمال الضد. لماذا؟ قال لأن النفي المحض ليس بكمال، النفي المحض ليس بكمال. تقول هذا الجدار لا أظلم أحدا، هذا مدح، والله ليس بمدح، هذا قدح. لكن تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. لماذا نفى الله سبحانه وتعالى نفسه الظلم؟ لكمال عدله وقدرته سبحانه وتعالى. نفى الله سبحانه وتعالى نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. مفهوم؟ إذا لابد في الصفات المنفية نفي مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه ولا يقاس. القياس تقدم معنا تسوية فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. إلا أن العلماء رحمهم الله يقولوا كل قياس محرم، يعني قياس المخلوق أو الخالق بالمخلوق، إلا قياس واحد وهو قياس الأولى. يقول هذا حق، كل صفة كمال فالله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بها، وكل صفة نقص وعيب فالله سبحانه وتعالى أولى أن ينزع عنه. نعم. فإنه أعلم بنفسه. لماذا يقول فإنه أعلم بنفسه وبغيره أصدق وكذا؟ هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف ذكرها هنا تأتي بإذن الله تعالى في التدمرية. هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام. واحد كيفية الرد على المشهور، صح؟ وكيفية الإجابة عن من سأل عن الحكمة درس الماضي قول عائشة رضي الله عنها. هذه الآن قاعدة في الرد على من يرد الأسماء والصفات ويغير ويحرف ويعطل ويمثل. قاعدة هنا ذكرها شيخ الإسلام. هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام. عناصر الدلالة والإفهام نشرحها. عناصر الدلالة والإفهام أو أمور إذا اجتمعت في الكلام وجب أن ينقل، أن يكون الكلام صادر عن علم وصدق وبيان وفصاحة وإرادة الهداية. كم؟ أربع. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا رحمه الله ثلاث عناصر، وأضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عنصر رابع. هذه يسميها العلماء عناصر الدلالة والإفهام، أمور أربع اجتمعت في كلام وجب أن يقبل، وبهذه الأمور الأربع نستطيع أن نرد على المنبر. نسأل هؤلاء هل أنتم أعلم أم الله؟ لا بد أن يقول الله. هل أنتم أصدق أم الله؟ لا بد أن يقول الله. هل أنتم استطعتم أن تأتوا بكلام فيه بيان وفصاحة أحسن مما جاء في القرآن؟ لا. هل أنتم أردتم هداية الخلق أحسن مما أراد الله؟ لا بد يقول لا. إذن اتركوا هؤلاء المتهوكين الخيار وارجعوا لدلالة الكتاب. مفهوم؟ الثاني نسأل هل أنتم أعلم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنتم أصدق أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أفصح أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أردتم هداية الخلق أكثر مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد يقول لا. إذن ارجعوا إلى دلالات السنة بعد دلالات الكتاب. نعم. مفهوم؟ وإلا لو قالوا غير هذا نقول ما استدنا بإنزال القرآن وإرسال النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضلال. صح؟ نعم. وكان ترك الناس بلا كتاب والسنة أحسن. أمور أربعة عناصر الدلالة والإفهام، علم وصدق وبيان وصاحة إرادة الهداية. قلنا ذكر ثلاثة شيخ الإسلام وأضاف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمر رابع. نعم. وهو في الحقيقة أي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعني استفاد هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن سبحان الله الله سبحانه وتعالى وفق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن يجمع مسائل متفرقة أحيانا بهذا بالأعداد. يعني مثال هنا قال عناصر الدلالة والإفهام أربع، أخذنا لما تقدم نظر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واحفظوا إيمانكم، وجد من يقول احفظوا إيمانكم لا تحلفوا، ومن احفظ إيمانكم لن تكفر إن لم تأتوا بها.
احفظوا ايمانكم بالوفاء، واحفظوا ايمانكم بل لا تحلفوا الا بالله. قال مراتب حفظ اليمين اربع: ابتداء وسط وانتهاء، ولا نحلف الا بالله. وفق سبحان الله، اخلاص. نعم. وسار رحمه الله على طريقه السلف، وجمع امور وشرح كتب السلف، ولم يترك هذه الكتب، اخذ يشرح فيها حتى ان الله سبحانه وتعالى فتح عليه. نعم. نسال الله من فضله، ذلك فضل الله ياتي ما يشاء. نعم. قال ثم رسول لا 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 تعيد الكلام حتى نشرح. نعم. فانه سبحانه اعلم بنفسه، اعلم بنفسه غيره. نعم. واصدق قيلا، هذا الثاني، واحسن حديثا، واحسن حديثا. يبقى معنا اراده الله، والله يريد ان يتوب عليكم. نعم. ثم الأنبياء والرسل كذلك علم وصدق وبيان فصاحة وإرادة الهداية. لا بد أن تعلم أن باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ. باب الأسماء والصفات لا يدخل النسخ. النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار. مثال هذا الأخ قال حدث البارح حريق أسفل فريزة ومات 10، وجاء الوزير وجاء أمير المنطقة وجاء كذا وجرح 10، ثم بعد دقائق قال الكلام اللي ذكرت من حريق قتل 10 وجرح 100 ومزيد فلان وفلان هذا منسوخ، لم يحدث حريق، كان البارحة عرس تزوج 10 ومئة في الطريق وكذا وكذا، ايش نقول عنه؟ كذاب، صح؟ اي نعم. طيب كل ما اخبر به الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام عن ربهم هذا لا يمكن يدخل النسخ، لكن كيف يثبت عندنا؟ من الكتاب والسنه. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا انسى. هذا خبر عن موسى عليه الصلاه والسلام جاء في ثبت من شرعه، اذا هذا لا يمكن يدخل النسخ، مفهوم؟ نعم. اذا الاسماء والصفات لا يدخلها النسخ، وكل ما اخبر به الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام عن ربهم فهو حق ولا ينسى، لكن كيف يثبت عندها؟ في الكتاب والسنه. نعم. قال ثم رسل عليهم الصلاه والسلام صادقون فيما يقولون، مصدقون او مصدقون، اما ان الله صدقهم او يجب على اقوام ان يصدقهم ويصح الجمع. فتاتي الان وانت تحفظ تقول صادقون مصدقون ومصدقون، تجمع هكذا وتمشي للشرع. هذا يعني من باب انك توضح المعاني ولا تغير اصلا في ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه. يعني مثلا الان عندما تأتي في أثبات صفة المحبة لله، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحبة المحبة، ثم ذكر آيات، قال آية آية المحبة ذكرها، وذكر محبة وود، ذكر آية الود. أي آية؟ من يحفظ؟ يحفظ المتن يا أخواننا. آية المحبة وذكر آية الود وهو الغفور الودود. ثم الشيخ بن عثيمين رحمه الله زاد آية، فتحفظها وأنت تحفظ في المتن، واتخذ الله ابراهيم خليلا، حتى تكمل عندك انواع المحبه الثابته لله، محبه وود وخلة، مفهوم؟ وعلى هذا التصريح. يلا امشي. نعم. ثم رسول الله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون، مصدقون ومصدقون، نعم، بخلاف الذين بخلاف متهوكين وحيارى، لا علم ولا صدق ولا بيان وفصاحه ولا اراده هدايه. اجتمعت عناصر الدلاله الافهام في كلام الله وكلام الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. نعم. ولهذا قال سبحانه ولهذا قال سبحانه
نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. عما يصف هؤلاء. اشتق الإسلام شرح على. نعم. نزه نفسه. وصفه به المخالفون له. وسلم على المرسلين. لسلامة ما قالوا. يعني من النقص والعيب. نعم. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه. قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا هو التوحيد. حقيقة التوحيد لو سألت أي أحد ما هي حقيقة التوحيد تقول الجمع بين النفي والإثبات. حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. ركن الشهادة نفي وإثبات لكلمة الإخلاص ركنانهما نفي وإثبات فاحفظنهما. حقيقة التوحيد ما هي؟ الجمع بين النفي والإثبات. مثال تقول زيد قائم، أثبت القيام لزيد؟ نعم. ممكن يكون هنا مشارك لزيد عمرو وخالد وكذا، صحيح؟ لكن لو قلت لا قائم إلا زيد، أثبتت القيام ونفيت أن يكون معه مشارك، إذا أفرط زيد بماذا؟ بالقيام. هذه حقيقة التوحيد. لا إله نافي جمع معبد من دون الله إلا الله وثبت عباده لله وحده لا شريك له. إذا وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات لا بد أن تجمع، وهذا هو التوحيد. إذا حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. صح هذا للجانب صحيح أو قال نعم أقرأ. ما هي حقيقة التوحيد؟ خليك واقف. نعم الله يتخلف. نعم. فلا عدول. إذن أهل السنة لا يمكن أن يعدل عن هذا الطريق، طريقة الكتاب والسنة ما كان عن السلف والأمة. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإنه الصراط المستقيم. الصراط طريق مذلل مهيئ يسع كل أحد. وصف أنه مستقيم لنقرب الطريق. الصراط إما يضاف إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه صراط الله، أو يضاف إلى السالكين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. بدل صراط المستقيم صراط إنه الصراط المستقيم صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأنبياء هم أنبياء وصديقين وشهداء وصالحين. والصديقين صديقين وشهداء وصالحين. والشهداء شهداء وصالحين. والصالحين صالحين. مرة أخرى، الأنبياء هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصديقين والشهداء والصالحين، والصديقين صديقين وشهداء وصالحين، والشهداء شهداء وصالحين، والصالحين صالحين. مرة أخرى أو مرة ثانية، الأنبياء صديقين ولا شك ائتمنهم الله سبحانه وتعالى، وشهداء نعم وصالحين. والصديقين من هم؟ والذي جاء بالصدق وصدق به. وتقدم الصديقين في هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة، عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق صدق الله سبحانه وتعالى وبرأها مما رماها به أهل النفاق. الصديقين الشهداء إما شهداء المعركة أو العلماء، لأن العلماء شهداء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أي بالعلم. والصالحين هم الذين أدوا ما فرض الله عليهم فعل الطاعات واجتناب المحرمات فهم صالحين.
مفهوم؟ نعم. قال وقد دخل في هذه الجملة أي جملة؟ جملة ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. نعم، وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. نعم، الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يسرد الأدلة، لكن المؤلف يعني لا يسرد هكذا، انتبه، هذا شيخ الإسلام هذا. نعم، رتب الأدلة ترتيب دقيق والله، وهذا من فضل الله. جاء بسورة ثم بآية ثم أخذ يورد الأدلة شيء فشيء فشيء، وأطال في آخر أدلة. سوف يأتي معنا لماذا، وهذا تدل على فقه المؤلف رحمه الله تعالى. وذكر السورة ثم آية الكرسي، وتكلم عن السورة وعن الآية. طيب، الله أعلم، نجعل هذا القسم الثاني إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. كم بقي؟ بقي إذن إلى صلاة العصر نراجع إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ بشرح الأدلة من